حبكم وعزائكم لنا، وهذا يخفف عنا كثير من الآلام. هذه الجموع التي ترونها أمامكم هي من أصدقائه ومعارفه، وليست كلها بالضرورة عائلة الترابي، فهي هم أهله وأخوانه في السودان، وهم كسر، وهذا جزء منهم ونراه ها هنا، وهو يجول في الوطن العربي ويحمل هم الوطن العربي، ولا يكاد ينام وهو يسمع الأخبار الغير سارة، وأحيانا يفرح جدا عندما تنقلب الأمور إلى ما هو أفضل. فنحن نشكركم جدا، لأنه هو كان